عمرني ما جربت شي سكيت بارك اخر. اول مره غادي نسكيتي سكيتي هنايا في طغازوت، زعما كنسكيتي في الزنقه، ولكن اول مره نجرب شي بارك كان هنا في طغازوت، وصراحه عجبني بزاف. اتس ريلي نايس، الفيو ديالو زوين، يقدر كاع الا ما بغيتيش كنتي عيان وما فيكش اللي سكيتي ولا شي حاجه، غادي تجي غير تجلس تشوف السانسيت وتشوف الفيو زوين بزاف. كاين هنا الدراري الصغار تيلعبوا كره، الناس كيسكيتي وكيجيو تقريبا بزاف ديال الناس اللي كيسكيتي واللي زعما مشهورين وتيسكيتي ومزيان، اللي فريمون مشهورين بزاف تيبانوا ليا كيسكيتي وسكيت بارك، كنقول واو كيسكيتي ومزيان شكون هاد الناس. ابخي كنشوف في انستغرام ديال سكيت بارك اللي هما فريمون مشهورين ومعروفين بزاف وزعما بروفيسيونيل، يعني كاع الناس من العالم كامل كيتجمعوا في واحد البلاصه اللي صغيره هنا، اللي في واحد الفيلاج اللي زعما شي حاجه اللي فريمون زوينه بزاف. كنتواجدوا حاليا في طغازوت سكيت بارك، كاين هنا واحد الملعب ديال السكيت، كاينين الدراري كيسكيتيو كبار صغار، كاين اجانب من جميع الدول تقريبا، وكاين هنا واحد الجمعيه كتدي الواجبات ديالها بحال كتعطي الدراري الصغار سكيت، كدي لهم مثلا شي واحد بغا يتعلم كيتعلم فابور. هاد ليسباس بالضبط انترناسيونال، يعني بالفيو ديالو وخصوصا جا فهاد البلاصه ديال المنطقه هادي، حيتاش كاين ما كايناش موجه مثلا، لا معروف بالسيرف الا ما كايناش موجه كيكون سكيت، كاين هنا التصور في سكيت تقريبا. جاو لي تقريبا ابطال بحال توني الفا، اندرسون، جاو لي التيمات ديال ايفانس ديال كونفيرس، لوبيز تا هو راه جا معاهم. المهم جاو بزاف ديال الناس لي برو، وفي نفس الوقت داروا نشطوا لنا هاد سكيت بارك بشي تقريبا باش نقول لك كل واحد شنو 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 كيدير، كيجيب معاه ماتريال كيعاونوا الدراري الصغار في نفس الوقت كومبيت باش يحفزهم على الرياضه هذه وبزاف د الحوايج. I'm here in this super cool place, in this super cool skate park, because friends of mine told me about it, and actually I'm staying in the house where other skaters live, so for the last 2 weeks we came here nearly every day and skated, and it's like it's so super nice. I think every quarter, every transition of the skate park is like perfectly made. I've never skated such a well done skate park before, and you have a perfect view here, and everybody's coming just to chill and enjoy the sunset and everything, and yeah, I really enjoy being here. So for me the biggest difference here is that you have so many different people, because I know like there's so many tourists and everybody's coming just to enjoy the spot, the park. There's skaters, there's non-skaters, and I don't know about the local scene so much. I just know that there's like the days when I've been here it's always been different people, and yeah, I really like that, you know, to see different styles of skaters and just chill here and enjoy. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.